ينضم إلينا عون الهواري نقيب الصحفيين في درنا. سيد الهواري، أهلا بك مرة أخرى معنا في هذه التغطية الخاصة والمفتوحة. أنت موجود في درنا ولك مشاهدات معاينات، ما الذي شاهدته من هول هذه الكارثة البيئية التي ألمت بدرنا وبمدن ليبيا أخرى؟ أولا دعني أستاذ الكريم يعني أوصف هذا المشهد حقيقة، يعني منذ صباح الباكر أو منذ ليلة الأمس بدأت الأمواج البحر بتلقي جثث الضحايا وتم انتشالها من مكان الحدث. كمية الجثث الموجودة في المدينة تعجز حاليا حتى على وضع، يعني ما عندناش حتى مكانات يكون مخصصة لأن تكفي هذه الأعداد الهائلة. الطرق المؤدية إلى المدينة بحكم ان هي مدينه جبليه فتقسمها ثلاث وديان، الوادي الرئيسي اللي هو الانهار فيه سدين، ووادي في الجانب الشرقي ووادي في الجانب الغربي. كل هذه الوديان ادت الى تجزئ المدينه لثلاث اجزاء او اربع اجزاء، كل جزء من الاخر لا يستطيع التواصل مع الجزء الثاني. وقله التواصل وقله الامكانيات مع يعني مع الانهيار الكامل للبنى التحتيه والانهيار الكامل للطرق داخل المدينه و عدد الضحايا وعدد المصابين يعني عدد كبير جدا، ونحن نتوقع أن العدد يتجاوز 15,000. بالنسبة للمياه، هل لا تزال تغمر؟ وهذا بطبيعة الحال من منطلق معايناتك، هل لا تزال تغمر الطرقات أم انجلت وبالتالي تحولت إلى طين وطمي؟ وهذا شكل لنا عائق في أن الوصول للأسر وعائلاتها، يعني عالقة في أماكن صعبة. عفوا لم أستمع إليك سيد عون، هل الطرقات لا تزال مغمورة بالمياه؟ طبعا أستاذ، طبعا في بعض المناطق ما زالت مغمورة بالمياه، خاصة أن يعني في بعض المدن القديمة وبنايات قديمة جدا أثرت فيها المياه، وكانت طبعا أغلبية المدن القديمة أزقة وكذا، ف ادت الى سدود تلك الازقه او الشوارع للوصول الى الاسر المقبوضه. غير ان عدد المفقودين مع وصول الصباح، يعني الارقام بلغات المفقودين يعني تجاوز حاليا تقريبا 10,000. ممكن نقول لك اسر يعني 10,000 شخص مفقود. انا اناشد حكومه عبد الحميد بيبه انه وجود في هناك زورق في البحريه في ابو سته كان مخصص في لازمه كورونا، وهو يستوعب 3,000 من الجرحى، ونحن بحاجه اليه لان حاليا اذا كان يسمعني سيد حميد بيبه ناجده انه يبعث الزورق هذا ممكن خلال ساعات يكون واصل عن طريق الميناء درنا، حيشكل فارق جدا. نعم. كبير سيد الهواري، اريد ايضا منك معلومة إن توفرت لديك. كان هنالك وصف للوضع في درنا بأنه كارثي، وهذا على لسان الهلال الأحمر بطبيعة الحال، وأيضا هنالك إشارة إلى أن 5 أحياء كاملة دمرت بالكامل في هذه المدينة جراء السيول. أريد أن أعرف حجم هذه الأحياء، هل هي كبيرة متوسطة؟ بغالب النظر المدينة الدولة مدينة ساحلية، ولكن أغلبية سكانها يقطوا يعني يتواجدون في الوادي الذي صار فيه الانهيار أو السدود اللي صار فيه الانهيار وعن طريق المسافة يعني أعطيك معلومة بس حتى تستوعب الحجم الكبير. المسافة بين السد وبين شاطئ البحر تقريبا ما يقارب 10 كيلو. تخيل كل شيء من نبات من انسان من حجر كان نهايته في البحر. السد الاول وهو نفس ما ذكرت سابقا، السد الاول يعني تجمع فيه كميه المياه تقريبا 200 او 300 كيلو متر تجمع فيه المياه من منطقه تمخيلي الى منطقه لبن، وهي يعني مسافه كبيره جدا عباره عن سهول وديان تتجمع في السد الاول. والسد الثاني اللي هو على مفهوم المدينة بعد انهيار السد الأول وكمية المياه الكبيرة التي جرفت وانهيار السد الثاني، يعني
في وقت يعني لا تتعدى ساعتين، كانت المدينة كلها أو ثلث المدينة موجود في البحر. حتى الآن الجثث موجودة في أثناء في سواري التعرف عليها، يعني في من تعرف على الضحايا وفي لم يتم التعرف عليه، في العائلات وأحياء بالكامل انتهى به المطاف إلى البحر، فحتى ما نعم تعرفش شكرا. ممكن حتى عائلاتهم أو كذا أو جيرانهم لم يتم التعرف عليهم، لأنهم وصلت جميعا الفكرة يعني سيد نعم عون تفضل تفضل الهواري نقيب الصحفيين، حدثتنا من مدينة درنا المنكوبة.